مساء الخير، ازيك، اخباركم ايه؟ معاكم مهندس كريم كرم من امبيريوم. النهارده هنتكلم في موضوع بقاله فتره مش طويله، هو تريندنج جدا في الماركت او في اذواق العماره دلوقتي، او كتير بدا ناس في الامارات او في الجي سي سي بشكل عام يتجهوا عليه. هو ستايل المينيماليستيك مودرن. المينيماليستيك مودرن هو عبارة عن التصميم اللي هو very simple, very clean. تفاصيله إذا كانت في الانتيريو ديزاين أو في العمارة تكاد تكون معدومة، ومعتمد أكتر في شياكته أو في جماله على the less is more. The less is more اللي هو التفاصيل بتكون أقل بكتير. ما حد بيستخدم في أي ستايل، هو الكونتمبوري أو في المودرن أو في النيو كلاسيكال، لكن اي ستايل تاني المينيماليستيك دايما بيكون بيعتمد اكتر على بساطة الالوان، بيعتمد اكتر على اللعب بالخطوط والجيومتري والاضاءة، بيكون هو المين فاكتور في التصميم. بمعنى لما بنستخدم اللكجيريس مودرن بيكون في اكتر اليمنت على بنعمل ميكتشر ما بين الرخام، ما بين الحجر، ما بين الود اليمنت. الكلام ده من بره ومن جوه، حتى في العمارة حتى في المخططات، أنا آسف، بيكون كتير في المخططات فيه شغل بالأرشز أو بأماكن فيها شكل معين في الديكور بتبرز التصميم. المينيماليستيك مختلف شوية. المينيماليستيك هو عبارة عن ستايل بنظهر بيه شياكة الفيلا أو التصميم بشكل عام بالتفاصيل القليلة اللي بتتعمل بطريقة معينة بتطلع التصميم بشكل شيك جدا. زي إيه؟ تعال نتكلم مثلا على الواجهات الخارجية. اوكي، طيب الواجهات الخارجيه في المينيماليستيك مودرن بتكون اكتر مستخدمين فيها الخطوط البسيطه جدا، وبنعتمد على الالوان الفاتحه كتيره في المينيماليستيك، وبنعتمد اكتر على اللعب بالكتله بشكل بسيط اكتر ما احنا بنعتمد على الخامات المختلفه. يعني بنعتمد على الحجر الابيض او البورسلين الصناعي الابيض او حتى البينت. الميزه في المينيماليستيك اللي الناس بنحاول نشرح لهم الموضوع ان المينيماليستيك هو ستايل جدا شيك وبيحتاجش كوست عالي ابدا احنا نعمله. يعني مثلا البينت كتير بنستخدمه في المينيماليستيك ديزاين لان البينت مش مكلف ابدا وبنطلع منه حاجات جدا شيك. اكيد هنوريكم ده واحنا بنتكلم دلوقتي عن الحاجات اللي انا بتكلم عليها وازاي بتطلع شكلها جدا شيك من غير ما نبذل فيها مجهود كبير في التنفيذ. المجهود اللي بيبذل في المينيماليستيك هو عبارة عن ذوق المهندس اللي شغال عليه. يعني هو في ناس كتير لما يكون مثلا حابين ستايل ده يقولنا يا باش مهندس الفيلا سهلة المفروض تخلص في يومين. لا يا جماعة، المينيماليستيك مودرن هو ستايل مش سهل، هو في لغتنا بنسميه السهل الممتنع. يعني هو على قد ما هو بسيط في شكله بس كمية الإبداع والإفورت اللي بتحط فيه عشان يطلع بالشكل الراقي اللي شكله ممتع للعين وتحس ان هي حاجه جدا جميله وشكلها حلو، لا بتاخد وقت في التفكير ان نطلع بحاجه ما هياش بالبساطه الناس فاهماها. فالمينيماليستيك بيحتاج جدا عين واخده على البساطه اللي هي شكلها فيه شياكه. طبعا ده بينطبق على الانتيريور برضو. يعني في الانتيريور ديزاين بنستخدم المساحات المفتوحه اللي بنعتمد على الاضاءات والالوان الفاتحه واللعب بالسيمبل لاينز في الجدران وفي الكابينتس وفي الممرات. الالوان بتكون لايت، الخطوط في الماتيريال بتكون جدا بسيطه، ما بنعتمدش على الوان كتيره او خطوط كتيره في الديزاين. المينيماليستيك ميزته ان هو تايمليس، يعني مش ترند وبيروح. المينيماليستيك موجود في العماره الأمريكية والأرجنتينية والإيطالية من سنين طويلة جدا، يعني يمكن من 20 سنة. طبعا مع فرق الجيومتري اللي بدأ يحصل فيه ثورة دلوقتي في المينيماليستيك، وبرضه هنشرح لكم إيه هو الأفكار الجديدة دلوقتي تريندينج في المينيماليستيك. بس المينيماليستيك دايما مش ترند وبيروح، مش حاجة ليها زمن وبتبطل. فدي الميزة اللي فيه. الميزة التانية الكوست اللي فيه ما بيبقاش عالي خالص. احنا بنطلع حاجه شيك بماتيريال ابسط من حد ممكن يتخيل، بس هو اللي محتاج فيه تركيز ان احنا بنحط فينيشز بطريقه معينه بتطلع في الاخر فيري كلين. الناس تشوف، يعني هو ان الواحد يطلع فينيشز في المينيماليستيك عشان تطلع بالشكل اللي الناس عايزاه او يبان ان هي
بما ان مفيش تفاصيل فالفينيشز لو ما طلعتش بالشكل المطلوب الراقي جدا هيبان الفيلم مش حلوه اذا كان من بره او من جوه، لان في المودرن او في الكونتمبوري او في اي ستايل تاني بيكون في تفاصيل كتير جدا. فحتى لو في فينيشز فيها ميس كوردينيشن الفيلا بتستخبى، انما في المينيمالستيك لو الفينيشز مش معموله بشكل اكريت بالكامل والحاجه معمول لها بيرفكت فينيش بيبان جدا الديفوهات. فدي من الحاجات اللي بتكون تشالنجينج شويه في التصميم الخارجي وفي التصميم الداخلي. الميزه في المينيمالستيك برضو ان هو بيكون كانفايرمنت كواحد كالديلي يوز من جوه البيت يكون مريح جدا للعين، يعني الواحد ما بيملش منه. يعني اكيد انتوا عارفين بتسافروا لو بتروحوا فنادق او بيكون حاجه كتير منها بيكون مينيمالستيك، التفاصيل جدا قليله فالواحد بيكون مرتاح اكتر في السبيس. في ستاديز كتيرة اتعملت عن الراحة النفسية للريزيدنت، بتقولك ان المينيماليستيك هو اكتر ستايل مريح للراحة النفسية بعد يوم ستريسفول. روح البيت بيكون بيت جدا بسيط، بيت جدا سيمبل، بتعمل ريفليكشن كتير على الحالة المزاجية والمود بتاع الشخص. فدي من المميزات جدا في المينيماليستيك. طبعا في تشالنجز، والحمد لله احنا واخدين اتجاه كويس في امبيريوم ان احنا بنطلع الستايل ده بشكل جدا ادفانسد، واتمنى تكونوا تشوف شغلنا على الويب سايت وتشوف المينيماليستيك طالعه ازاي. طبعا في الكاتالوجز والانستغرام لو شفتوا حاجات كتير عملناها مينيماليستيك في الستوريز بنحطها وفي البوست، فشوفوها وقولوا لنا رايكم، ولو عندكم اي سؤال تسالونا وان شاء الله هنحط لكم فيديوز ثانيه فيها اكسبلانيشنز على ستايلز جديده وافكار جديده احنا بنستخدمها في امبيريوم. شكرا.